لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده أنلزمكموها وأنتم لها قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ذكرنا أن الله عز وجل أرسل نوحا إلى قومه بعد 10 قرون بين آدم ونوح، كلهم كانوا على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين واتخاذ الأصنام والتماثيل التي سول الشيطان لهم أن يتخذوها على صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر من الصالحين الذين كانوا يعبدون الله عز وجل. بدأت البدعة بدعة عملية ثم تحولت إلى بدعة اعتقادية وشرك بالله عز وجل. لم تعبد هذه الأصنام التماثيل أول ما اتخذت، وإنما اتخذت تذكيرا فيما سول الشيطان لهم، تذكيرا لهم بعبادة هؤلاء الخمسة. ثم نسخ العلم بعد هلاك طلاب العلم، فكان بداية الأمر نقص العلم بقبض العلماء. قبض العلماء الذين كانوا يوحدون الله ويعلمون الناس التوحيد، ثم تسللت البدعة إلى تلامذتهم ممن لم يكن على علمهم وعلى طريقتهم. فكانت البدعة أول ما بدأت لا تمثل خللا في الاعتقاد، فلما مات أولئك التلامذة، فلما هلك أولئك ونسخ العلم، ازداد الأمر سوءا لذهاب طلاب العلم الذين عندهم بعض العلم، فعند ذلك عبدت هذه الأوثان. في قوله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما فضل به على النبيين أنه كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة.
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن نوح ضمن هؤلاء الذين أرسلوا إلى قومهم، وهكذا نص القرآن: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ولكن كما ذكرنا طول دعوة نوح عليه السلام، قلة انتشار البشر في الأرض، أدى إلى أن تنتشر دعوة التوحيد في جميع من كان في ذلك الزمن. فكان قوم نوح هم المطالبون بالشريعة والعقيدة، وأما باقي أهل الأرض فكانوا مطالبين بالتوحيد والعقيدة بعبادة غير الله. وإلى قومه فيه استعمال رابطة القومية فيما ينفع، وذلك أن الله أخبر أنه كان يرسل الرسل من أقوام المدعوين، يعني من نفس القوم، كما قال عز وجل: إلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم. وهنا نوح قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وقال: ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم. وهذا الأمر متكرر جدا، هذا يدلنا على موضع هذه الرابطة، أن يكون الإنسان منهم ليكون أكثر إبلاغا وإيضاحا لهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالمقصود البيان والحجة، لم يرسل الله رسلا إلى أقوام أجانب عنهم عدا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أرسل إلى ناس كافة، ولأن الشريعة الكاملة التي أتى بها صالحة لجميع الخلق في جميع الأوقات منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة إلى نهاية الدنيا إلى قيام الساعة. لكن نقول هذه الرابطة، رابطة القومية، إنما تستعمل فيما ينفع، في الدعوة إلى الله، في التأكيد على أن هنا أنها تقتضي مزيد النصح ومزيد الحرص على الخير ومزيد الشفقة عليهم والخوف عليهم، وليس أنها تكون بديلا عن رابطة الدين في الحب والموالاة وفي التعاضد والتناصر، بل رابطة الدين هي المقدمة. إن لم تتعارض رابطة القومية مع رابطة الدين كانت عونا لها في حقيقة الأمر وسببا لمزيد الخير، وإن تعارضت عند القوم عند الناس وأصبحت تمثل بديلا عن الدين، فهم يريدون أن يجعلوها هي التي تربط بين الناس حبا وبغضا وولاء وعداء، وأنهم هم الذين يتساوون ولا يساويهم غيرهم، فعند ذلك تدخل في المحظور وتصبح رابطة جاهلية مرفوضة، هي من حمية الجاهلية. كما أن قوم قريش إنما رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يسمعوا بها في الملة الآخرة، في جيل آبائهم وأجدادهم لم يسمعوا بها، والخير عندهم لا يعدو قومهم، ويعني نظرة الإعجاب إلى القوم ونظرة الغلو فيهم والفخر بهم أدت إلى اعتبار دعوة التوحيد دعوة غريبة عليهم، لأنها ناشئة تهدم ما هم فيه أو ما كانوا عليه من الباطل. لذلك نقول الناس في هذه الرابطة، رابطة القومية التي يعني ذكرها الله عز وجل في مواطن متعددة، لأنه يرسل الرسل إلى قومهم، الناس هناك منهم من يستعملها بديلا عن الدين دون نظر إلى الدين، وهذا يرده قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هناك عداوة وبغضاء وبراءة لأنهم لم يؤمنوا بالله وحده، قضية الحرب مسألة أخرى، لأن إبراهيم لم يؤمر بالقتال،
لكن العداوة والبغضاء والبراءة منهم لأجل كفرهم ثابتة حتى ولو لم يكن هناك قتال. فنقول الرابطة القومية إذا كانت عضدا للدين وتقوية له وسببا لقبول النصح والدعوة إلى الله والتمكين للدعوة، وأن تكون طريقا على سبيل وحدة الأمة كلها، أعني أن الأمة الإسلامية متعددة القوميات، عندما يكون الترابط داخل أفراد مجتمع ما على أساس الدين وتعضده هذه الرابطة، ولا تكون مانعا من التعاون مع القوميات الأخرى والأجناس الأخرى على مصلحة الدين، بل وتجمع بينهم رابطة واحدة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقاتل الرجل تحت راية قومه، ذلك أنه أعون له على الثبات والتفاهم معهم في القتال وفي غير ذلك. وكان هناك ترابطات داخل المجتمع المسلم الأول، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح معشر الأشعريين لأنهم كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا أزوادهم فقسموه بينهم بالسوية، فقال أولئك مني وأنا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هم رابطة، رابطة ماذا؟ رابطة قبلية قومية معشر الأشعريين. الرابطة دي هي أصل القوم يعني، وإن كان توسعت في الاصطلاح المعاصر حتى شملت يعني جنسيات كالعرب والفرس والروم والكرد والزنج. الإسلام دين يجمع في دولته قوميات متعددة، وقد نشأت دول كثيرة ذات قوميات مختلفة وجمعتها فكرة واحدة، ولم يكن ذلك عند الناس أمرا مستنكرا. يعني الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يجمع قوميات مختلفة ومع ذلك اجتمعوا. فالتعدد القوميات لا يلزم منه العداوة، عندما توجد هذه القوميات متعاونة تربطها رابطة الدين ولا تكون بديلا عن رابطة الدين، فتكون القومية ولا الوطنية بدلا من الدين في الحب والبغض والولاء والبراء والتعاون وتعظيم الحقوق ومعرفة من الذي يكون له الحق وفي التقدم والتأخر. مثل هذه إذا لم تكن بديلا عنها كانت عونا لها، وكان منع تقسيم المجتمع الذي ينتمي إلى قوم يعني جنسهم واحد أو جنسياتهم واحدة، كان ذلك طريقا إلى مزيد من الوحدة بين الأمم. الناس من موقفهم من قضية القومية متفاوت بناء على ما واجهوه وبناء على أيضا حملهم، فمنها من جعلها رابطة محرمة مطلقا ويراها دائما، لأنه رأى من يدعو إليها رأها حربا على الدين، لأنه رأى من يدعو إليها يريد استبدالها بالدين. ومنهم من رآها فعلا بديلا عن الدين، ومنهم من يتوسط في ذلك فيقول إن جمعت على أو قربت إلى الطاعة وقربت إلى نجاح الدعوة وقربت إلى حصول التفاهم والتعاون كان ذلك من الخير، وإن أدت إلى المنازعات والعصبية الجاهلية والتقاتل مع القومات الأخرى وعدم إعطائهم حقوقهم كالفرس الذين يحتقرون العرب أو مثلا العرب الذين يزدرون الأكراد. ومع أن التاريخ الإسلامي شهد وحدة عظيمة الأركان وعظيمة الأوطاد أو ثابتة بين بلال الحبشي و صهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو بكر العربي وكل العرب بحمد الله تبارك وغيرهم، وانتشروا في الآفاق لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. نقول إذا أعانت هذه الرابطة على الخير قبلناها، وإن أعانت على الشر رفضناها، أو أخذنا منها الخير ورفضنا منها الشر.
وفي هذا يذكر في مواطن متعددة لفظ الأخوة في هذه القومية، فهذه الأخوة لا بد أن تقيد حتى يعلم أن المقصود منها أخوة الوطن أو أخوة القوم أو أخوة النسب أو أخوة الأرض أو أخوة المجتمع مثلا، وهي كلها لا تعني الاستغناء أو ترك أخوة الدين التي هي أساس المجتمع المسلم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك أخوة القبيلة ونحو ذلك إذا صارت تعطي حقوقا أعلى للقبيلة دون غيرها، أو تعطي حقوقا أعلى للقومية دون غيرها، أو لأهل الوطن دون غيرهم ويحتقرون غيرهم ويزدرونهم وينتقصون حقوقهم، كانت أخوة مذمومة ليست هي التي تمدح. ولذلك ذكر الله هذه الأخوة. المشكلة الحقيقية في زماننا أنهم يذكرون الأخوة التي يراد بها الحب والود والموالاة حتى مع الكفار إذا كانوا أخوة في وطن واحد أو في قومية واحدة، وهذا ليس بسديد، وهذا ليس بمقبول وليس بصحيح. فإن الدين هو الذي يبنى عليه الحب والبغض والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال، وإنما من نعيش معهم في وطن واحد وفي قوم ومن نفس القوم ومن نفس الجنسية لهم حقوق في النصح، ولهم حقوق في الدعوة إلى الله، ولهم حقوق في المعاشرة دون أن يترتب على ذلك إعطاؤهم ما ليس لهم علوا في الأرض واستكبارا. فلفظ الأخوة إذا استعمل بالاستعمال الصحيح كان جائزا، يستعمل مقيدا ولا يدل على معاني نهى الشرع عنها مع الكفار كالمحبة والموالاة. وإذا استعمل بمعنى المساواة المطلقة بين أهل الملل ويعني جميعا فهذا استعمال باطل لا يجوز. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه: إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة، أنذركم عذاب الله إن أنتم استمررتم على عبادة غيره. فلا بد أن تكون النذارة بينة في الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله تبشير وإنذار، والبداية بالإنذار ليدرك الناس الخطر. هي أو في أوقات البداية وأول سماع الدعوة، في أوقات المفاصلات، لا بد أن يكون أمر الإنذار مقدما، وذلك أنه الذي يوقظ الهمم والمقاصد نحو ما ينبغي أن يفعل إذا تجاه هذه الأخطار. وأعظم خطر خطر عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن تكون النذارة بكلام بين: إني لكم نذير مبين. هو لا شك أنه بشرهم ووعدهم الخير، لكن في بداية الأمر لا بد من يعني إيقاظ القلوب النائمة أو الميتة التي تعودت على نمط معين في الحياة يعني يكون سببا لإغفالها غير ذلك. لذلك نقول لابد أن يكون الأمر بينا يوقظهم، ولابد أن يكون واضحا. الدعوة إلى الله لابد أن تكون واضحة المعاني. ألا تعبدوا إلا الله، البدء بالتوحيد في الدعوة إلى الله عز وجل، ومحاربة الشرك، فهي دعوة قائمة على النفي والإثبات. بل بدأ بالنهي: لا تعبدوا، ثم استثنى: إلا الله. وهي دعوة واضحة بينة لا يجوز أن نتخلى عنها، ولا يصح أن يبدأ بغيرها، ولا أن تدور رحى المعركة على غيرها. إنها قضية التوحيد. إذا وجد من يعبد غير الله في وقت من الأوقات كان لا بد أن ينبه أولا على هذه القضية، وكما ذكرنا مبنية على النفي والإثبات. والنهي عن عبادة غير الله بلا شك تثير المشكلة مع الأقوام،
لأنهم لا مانع عند أكثرهم أن تعبد الله طالما أنك لا تنهى عن عبادة غيره، طالما أنك لا تحارب الشرك القائم المنتشر الذي يعني صار جيلا يرثه عن جيل وصار أمر مستقرا. لا مانع عندهم أن تعبد الله، ولكن لا تدعو إلى ترك عبادة غيره، لا تقوم هذه الدعوة، لا تصبح قائمة، ولو قامت لكانت على غير منهج الأنبياء. منهج الأنبياء مبناه على تحقيق التوحيد، منهج الأنبياء مبناه على النهي عن عبادة غير الله وهدم ذلك في النفوس. وقضية النفي والإثبات من أعظم القضايا التي لا بد أن نهتم بها. ننظر إذا ولد نوع من الشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، فيما يتعلق بالولاء والبراء، فيما يتعلق بالحكم، فيما يتعلق بأنواع العبادات، فيما يتعلق بالضر والنفع، فيما يتعلق بالصفات، الأسماء والصفات، لابد أن ينظر في هذا. فكل من ولد عنده شرك وجب أن يبدأ معه بالدعوة إلى التوحيد. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الداعي إلى الله عز وجل يريد الخير بالناس. الأنبياء وأشفق الخلق على الخلق، هم يشفقون عليهم ويخافون عليهم ويظهرون ذلك. إني أخاف عليكم، تريد الشفقة والحرص ويعني القلق من مصيرهم ينضح من هذه الكلمة، يعني تضج الكلمة إني أخاف عليكم، تصيح بهم في أنه ناصح لهم، محب للخير لهم، يريد بهم الخير، يخاف عليهم عذاب يوم أليم. كما قال عز وجل عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وكل الرسل كانوا يقولون لقومهم ذلك. أولا هم صادقون قطعا، فهم يخافون على قومهم رغم وجود العداوة بسبب الشرك بالله، إلا أن الروابط الأخرى، رابطة القومية والوطنية والقرابة ورابطة الجوار الجيرة وروابط كثيرة، تجعله خائفا عليهم، يظهر النصح لهم، يحب الخير لهم. هكذا لابد أن تكون نفسية الداعي، لا نفسية الذي يريد أن ينتقم ويريد أن يعني يهلك الآخرين، ولا يعبأ يعني رحمة، ولا يعبأ برفق، ولا يعبأ بدين، إنما هو أقسى خلق الله، نعوذ بالله. الرسل يقولون دائما إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم عظيم، يخافون عليهم عذاب الدنيا ويخافون عليهم عذاب الآخرة، يخافون عليهم يوم التناد ويخافون عليهم مثل يوم الأحزاب، يريدون أن يعني يدرك الناس الخير. هذه المسألة تغير من نفسية المدعو تغييرا كبيرا، وتجعله قابلا للحق إذا أراد الله عز وجل هدايته. فهذه المسألة لا بد أن تظهر، لا بد أن توجد، لأنهم كما ذكرنا رسل صادقون فعلا يخافون على قومهم، لا يتمنون هلاكهم، يريدون هدايتهم. هل الهدف الأول أن يتقوا ربهم عز وجل لينجوا، وليس أنهم مجرد يعني أدوات لتعذيب الخلق ويعني الوصول بهم إلى دار الهلاك أو إلى حال الهلاك؟ إنما أساس دعوتهم رحمة، وأساس دعوتهم شفقة ورفق وخوف على الناس. لابد أن يكون هذا الشعور موجودا، الشفقة على الخلق، ولا بد أن يكون ظاهرا في الدعوة إلى الله عز وجل. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم،
عذاب يوم أليم أي مؤلم، أليم بمعنى مؤلم، وذكرنا أن ذلك يحتمل المعنيين وكلاهما صحيح. معنى يوم عذاب الله في الدنيا كيوم الطوفان وما بعده، أو يوم عذاب يوم أليم يوم القيامة. وقد جمع مؤمن أهل فرعون بين الأمرين، يوم الأحزاب إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وقال إني أخاف عليكم يوم التناد. وهذا في الحقيقة يجمع بين نوعي الإنذار الأساسيين، الإنذار بالخطر الدنيوي وربما يبدأ به لأن الناس يهتمون بدنياهم أولا، كما بدأ به مؤمن آل فرعون، قال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين. لماذا؟ لأنهم يهتمون بدنياهم جدا، فيخبرهم بأن دنياهم ستفوت إذا استمروا على الكفر والعناد. ولذلك قال ذو القرنين أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. بدأ بماذا؟ بالعذاب الدنيوي، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، لأن هؤلاء القوم إنما يهتمون بليه بالدنيا فيخوفهم على دنيا. ثم بعد ذلك أما المؤمن فيرغب دائما في الآخرة أعظم، قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. طب الجزاء الدنيوي إيه؟ سنقول له من أمرنا يسرا. فإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، كما ذكرنا كل من يوم هلاكهم بالطوفان ويوم القيامة يوم يعني عذابه أليم. سمي اليوم أليما عذاب يوم أليم، مش أليما يعني الأليم وصف الإيه؟ اليوم نفسه، لأنه طالما يعني وصف نفسه بأنه يوم أليم فكأن أجزاءه كلها ألم، وليس فقط أن العذاب في وقت منه ويعني مثلا هناك وقت راحة، لا اليوم كله مؤلم، نسأل الله العافية. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تضمنت هذه الآية المعجزة أولا نوعية من يواجه الدعوة إلى الله، ثم ذكرت 5 شبهات دائما تتكرر في كل زمن ومع كل قوم، وهي شبهات داحضة لكنها تستغل النفسية المريضة في نفوس الملأ. فقال الملأ السادة والكبراء الذين قضيتهم هي قضية الكبر والعلو في الأرض والفساد، كل شيء عندهم مرده إلى تحصيل ذلك، مع أن هذا الكبر سبب للعذاب، لأنهم يستشعرون أنهم هم الدنيا، هم يملؤون كل شيء فيها، والناس لابد أن يكونوا عبيدا لهم. هذه النظرية المريضة في أو النظرة المريضة إلى النفس بالكبر والعلو هي دائما موجودة في كل مجتمع من المجتمعات عند القادة والكبراء والأغنياء والذين ينافسون أو يشعرون بالمنافسة بينهم وبين الرسل وبين أتباع الرسل في دعوة الناس وجمع الأتباع، يتصورون ذلك دائما. الملأ أعداء الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان فمن يتبعه أشرف الناس أم ضعفاؤهم، فقال بل ضعفاؤهم، قال وهم أتباع الرسل. وقالت الجنة للرب هي تخاصم النار، ما لي لا يدخلني إلا فقراء الناس وسقطهم أو ضعفاء الناس وسقطهم، هم يعدون أنهم من سقط المتاع عند الناس. وقالت النار ما لي لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون. فدائما المعركة مع الملأ،
مع السادة والكبراء، الأغنياء، أصحاب الجاه والرئاسة، أصحاب الملك والسلطان، أصحاب القوة، الصراع على ذلك عندهم. ثم وصفهم بالكفر وهم من قومه، لذلك جاءت هذه الشبهات مبنية على ذلك. الشبهة الأولى: ما نراك إلا بشرا مثلنا. الشبهة الأولى أنك بشر مماثل لنا. من وراء هذه الشبهة مرض الحسد، هذه القضية الحقيقية الموجودة عند سائر المكذبين الرسل المعانين لهم. الأمر الثاني أن الأتباع ضعفاء أراذل، تقسيم المجتمع بناء على الوضع المادي والاقتصادي وبناء على المهن، واحتقار وازدراء الطبقات الغنية والعليا لغيرها. ولذلك هذا المجتمع الجاهلي بني على هذا الازدراء والتحقير. الأمر الثالث الذي ذكروه أن من اتبعوه مباشرة بادي الرأي بمجرد ما طرح عليهم. على القول الثاني: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فيما بدا لنا، فيما بدا لنا بآرائنا أنهم أتباعك بدون تتبع. الأول أقرب وهو تفسير كثير رحمه الله. الأمر الشبهة الرابعة: وما نرى لكم علينا من فضل، وفي محاولة تغيير للموازين الاجتماعية لبناء المجتمع الجديد على تفضيل أصحاب التقوى وأصحاب العلم وأصحاب الدين الذي أتى به نوح عليه السلام، وسيظهر جليا فيما يعني فيما رد به على قومه. فهذا قضية التفضيل، ومن وما هي معايير التفضيل. أرى الشبهة الخامسة: أنهم يظنونهم كاذبين، بل نظنهم كاذبين، المبنى على الظنون والتخمين والخرص، كلها شبهات متهافتة لا تستحق جوابا، لكن يعني نذكرها بالتفصيل لشدة الحاجة إليها مع قصص الأنبياء الآخرين المرة القادمة إن شاء الله. كل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.